أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنحصن عليه بعلم وما كنا ظالمين. ونزل يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال اذهب منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المضلين. قال فبما أخرجتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم أجمعين. ويا آدم اسكن ترزقك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما بسوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وإن الله لا يأمر بفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم
من الرزق. ولي الذين آمنوا الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يرسل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء لا ينال
يرشد النهار القبوح حديدا الشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به ماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج المؤتى لعلكم تتقون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون فأخذتهم رجعتهم أصبحوا
مسلما